6500 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون تسجل سنوياً بالجزائر، إذ يعتبر أول سرطان لدى الرجل والثاني عند المرأة بعد سرطان الثدي. أرقام في ارتفاع متزايد جعلت سرطان القولون يتصدر القائمة في الجزائر، رغم أن المرض يتطور بصفة بطيئة في جسم الإنسان. نعلم أن سرطان القولون هو عبارة عن سرطان يمكن حتى أننا نتجنب الإصابة منه، لأنه بعد ما تتكون اللحمة أو ما يسمى بالسلالة اللحمية يعني داخل القولون باش تحول إلى سرطان لازم لها على الأقل 9 سنوات، يعني راح يكون عندها يعني راح يكون عند الإنسان كل الوقت باش لو كان يكون عنده يعرف شنو هي التدابير الوقائية اللازمة وطريقة التشخيص المبكر راح يكون عنده كل وقت باش يتفادى الإصابة بهذا السرطان. يحذر المختصون من سوء النمط الغذائي الذي انتشر وسط الجزائريين، إذ أن خطورة الإصابة بسرطان القولون تزداد لدى الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة والدهنية مع الابتعاد عن تناول الخضر والفواكه. لازم نعاودوا نتغداو كيفاش الغذاء تاعنا يكون سليم، ويعني كيفاش نتعاملوا لو مود دو في جو سي با كومون دي لو مود دو في بالعربيه يكون سليم كذا، النمط المعيشي يكون يعني ممارسه الرياضه، نبوجي ونتحركوا وناكلوا ونتعلموا مرات. ما كانش انا ما نتكلمش عن ريجيم، ما كانش الريجيم، لازم الانسان يتعلم يعاود ياكل المواد الغذائيه السليمه، خضر وفواكه كيما قلت لك الحبوب المشبع هذاك الحبوب يعني الناتوريل كامله الى اخره، يعني الخبز اللي يكون الكامل بس لي سيريال والحبوب والنشوات كل شيء يكون احسن. اعتماد نظام غذائي سليم وممارسه النشاط الرياضي بصفه دائمه قد تبدو امورا بسيطه للغايه، غير ان المختصين يؤكدون على انها من اهم العوامل التي تقلل من فرص الاصابه بالمرض.